أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الله يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: نحن ندعو لكم في ظهر الغيب، وسؤالي فضيلة الشيخ: ما التوجيه للأباء والأمهات وذلك بحث الأولاد على تعلم العلم الشرعي والسير على ما سار عليه السلف الصالح؟ نعم، من حق الولد على والده تربيته على الخير، وأعظم تربية تعليمه القرآن والسنة وأمره بالعبادة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه هي التربية التي تجب على الوالدين نحو أولادهم، ومن أعظم ما ينفعهم بإذن الله تعليمهم القرآن الكريم وأمرهم بالصلاة لسبع، ضربهم عليها إذا فرطوا فيها وهم أبناء 10 سنين، تفريق بينهم في المضاجع وقت النوم لئلا يحصل شيء من فساد الأخلاق فيما بينهم. كل هذا من واجب الوالدين نحو أولادهم. نعم.